أحبائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنطرقوا الموضوع ديال عدم احترام الاختلاف. هذا موضوع ديال عدم احترام الاختلاف هو أحد المشاكل الرئيسية في التواصل بشكل عام، فيجب أن أدرك أن الاختلاف هو الأصل. فأي إنسان طبعا عنده واحد المرجعية خاصة به، لأنه كل إنسان أين نشأ وأين ترعرع وشنه العوائل دياله إلى آخره، فطبيعي جدا أنه يكون مختلف عليك، وطبيعي جدا أنه يدرك بالأمور بشكل مختلف عليك. فإذا الاختلاف هو الأصل، ودائما خصنا نشوف هذاك شيء كمركز قوة وليس ضعف، لأن كل ما كانت شركة معينة ولا أسرة ولا مجتمع فيها الاختلافات، فهذا يعني أن هناك قوة، هناك غنى في الثقافة وفي الحضارة وفي العوائد. فخصني هكذا نشوفه ونحاول ما أمكن أنني نحترم هذا الاختلاف. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولا يزالون مختلفين إلى يوم القيامة. فإذا الاختلاف هو الأصل، ونحترم اختلاف بعضيتنا، ونحاول ما أمكن أننا نزيد بهذا الاختلاف، نوطد العلاقات. أشكركم على تتبعكم، وكما ديما سلوكك يحدد قدرك.